السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد دواز اتاي او حلوة من حلويات الزمن الجميل، اللي هي حلوة الفرفارة او حلوة مرشم دوزام، اللي كتجي رائعة وبمقادير الاقتصادية كتعطينا واحد الكمية اللي وفيرة وكتجي هماوية حتى في المنظر، كتجي زوينة. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايك والبارتاج مع الاهل والاحباب. وإذا كنتوا اول مره تزوروا القناه فمرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد ان شاء الله. وما نطولش عليكم الفيديو، ندوزوا على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا على بركه الله، عندي واحد الكاس اونص ديال الزيت او زيت المائده، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال اللوز مطحون بقشوره اللي حمرته شويه وطحنته، عندي زوج ديال البيضات، 250 غرام ديال الزبده، ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام اللي غندير غير النصف ديالها فقط، وجوج ساشيات ديال الفلون كراميل، وواحد القبيصه ديال الملحه. بالنسبه للدقيق فغنقول لكم شحال خدا معايا بالضبط في اخر الفيديو. اول حاجه غادي نبداو بها هي غناخد ديك الزبده اولا 250 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون بحاره المطبخ، وغنضيف ليها داك الكاس ديال السكر سنيده وقبيصه ديال الملح وجوج صاشيات ديال الفلان ديال الكراميل. وغادي نحاول نخدم مزيان هاد الزبده مع السكر سنيده وديك القبيصه ديال الملحه والفلان حتى تنسجم ليا مزيان مع بعضياتها، وما بقاش نحس بدوك الحبيبات ديال السكر سنيده على هاد الشكل هذا. فهاد المرحله هادي غادي نضيف كاس ونص ديال زيت المائده، وغادي نضيف دوك زوج بيضات حتى همايا، وغادي نحاول ندمج هاد العناصر مع بعضياتها مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم، ونتحصل على واحد الخليط اللي يكون متجانس وما تبقاش باينه فيه ديك البيض او الزيت. كنتحصل على خليط على هذا الشكل هذا. فهاد المرحله هذه غادي نضيف الكاس ديال اللوز اللي حمرته بقشوره وطحنته مزيان، وغادي نخلطه مع هاد العناصر حتى ينسجم معاهم. فهاد الاثناء غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا، غنضيف فيه شويه بشويه، وديك الساشي ديال خميره الحلويات غنضيف فقط نصف ديالها يعني ما يعادل 4 غرام، وغنستمر في اضافه الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى نتحصل على واحد العجين اللي تكون متماسكه وتكون لينه وما تكونش قاصحه. حاولوا انكم ما تكثروش ليها الدقيق باش ما تقصحش ليكم، عجين اللي يكون متماسك على هذا الشكل هذا ودغيا كتكور اولا كتشكل في اليد. صافي غنجمع العجين ديالي ونحطه جانبا، ونوجد اللاطه اللي غادي نخدم فيها. غنستعن هنا بشويه ديال الدقيق الابيض، وعندي بياض بيضه، وعندي واحد الكميه لا باس بها من كاوكاو اللي طيبته نص طيبه او حمرته نص طيبه، وشويه ديال السكر سنيده. بالنسبه للمرشم فغنستعمل هذا المرشم هذا ديال الفرفاره او مرشم دوزيم، يعني عنده جوج سميات. صافي كنوجد اللاطه اللي غادي نخدم فيها، وكناخذ العجين وكنبدا نشكل فيها كويرات بالنسبه للحجم اللي بغيتو. كنشكلها كويرات على هذا الشكل هذا، ونضغط عليها واحد شويه، وكندوز ليها الوجه ديالها في سكر سنيده وكنوضعها في اللاطه. كنستمر بنفس الطريقه تقريبا حتى كنسالي جميع العجين اللي عندي. ضروري انكم تكوروها وتدوزوها في سكر سنيده وتحطوها. من بعد كنجيب المرشم ديالي كندوزو بشويه ديال الدقيق، وكنبدا نضغط على كل كره على هذا الشكل هذا. ولو يبقى لكم الدقيق في الوجه ديال الحلوه فما تخافوش منه، غير غطيب وغادي يتحيد. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كندوز على جميع الكويرات اللي عندي. في الاخير كنجيب داك البياض ديال البيضه مع داك كاوكاو، وكندوز كاوكاو في البياض ديال البيض، وكنحطه في وسط الحلوه ونضغط عليه مزيان هكا باش كيلصق في الحلوه، وكنضمنوا انه ما غاديش يتحيد. وفي نفس الوقت كاوكاو ملي غيدخل يطيب مع الحلوه فهو غيزيد يتقرمش. كنطيبه في الاول غير نص طيبه، والنص طيبه الثانيه كتبقى في الفران. في هذه الاثناء الفران كنكون شعلته وكنخليه يسخن مزيان، ومن بعد كنقص العافيه وكندخل الطاوات ديالي يطيبوا العافيه اللي مهيله تماما بحال طياب الصابلي، وكنخليها تطيب. كنحس بها تحمرات على هذا الشكل هذا، فكنخرجها من الفران وكنخليها جانبا واحد 5 ديال الدقائق حتى تبرد مزيان، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحه كتجي رائعه وكتعطينا كميه لا باس بها، وكتجي مقرمشه وكتجي فتيه، صراحه كتجي واحد المذاق فيها رائع. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.